إذا إحنا الآن هلا بدنا ننتقل من البوز الأول للبوز الثاني، وعملناها المرة الماضية إذا متذكرين، عملنا هذول الأشياء، فحركنا الروبوت. خليني أشوف إذا بحرك بشغل هذول كلهم. راح أعمل الهاي، راح أخذ البوز الأول والبوز الثاني كبداية. هاي إحنا بنراجع اللي حكيناه المرة الماضية، ما في إشي جديد هون. هاي عملنا هذول، فعمل كرييشن للروبوت، بعدين أخذ هذول T1 وT2 وطلع لي هاي إيش سميناها الماتريكس. هو بيجينا ترانسفورميشن بتمثل بوز، بحال هاي بتمثل بوز، بتمثل هذا الاوريجن، بتمثل هاي الروتيشن اللي هي 180 درجه حوالين الاكس. بعدين عملنا الثاني، فهذا صار الانيشال بوزيشن والفاينل بوزيشن اللي بدنا نتحركه. وبعدين اللي عملناه حركنا من واحد للثاني، فاجينا اخذنا طلعنا اللي طلعناه هون. اجينا سالنا السؤال، قلنا ايش الانفرس كيناماتكس اللي بتسمح لي اني اكون في البوزيشن الاول، وايش الانفرس كيناماتكس اللي بتسمح لي اني اكون في البوزيشن الثاني. وسالت هالة قالت في اكثر من حل، في صحيح اكثر من حل، هو اعطاني واحد من الحلول. اذا بدي اكون دقيق اكثر في 8 حلول ممكن يكون في بعض الاحيان لهذا، واذا بدي الاقي الحلول الثانيه في انستراكشنز معينه بحكي عنها بعدين. لكن احنا اخذنا هي هذول، هي احد الحلول. فيمكن الحل الاول بيكون هيك مثلا، والحل وبعدين بروح لبوزيشن ثاني. فبدي احرك من Q1 من ثيتا 1 لثيتا 2، من عفوا من ثيتا 1 لثيتا 1 الجديده، من ثيتا 2 لثيتا 2 الجديده، ومن ثيتا 3 لثيتا 3. وفي منهم ما بتغير، في اشياء ما بتتغير ولا كلهم بتغيروا بالحاله. هاي مثلا ما تغيرت الشولدر، ما تغير، تغير الويست، لف الويست معي منهم. وهاي ما تغيرت ثيتا 3، ما تغيرت، تغير ثيتا 4 و5 و6 تغيروا عشان يحركوا لي الريست. اوكي ماشي، واضح اللي عم نعمله. فما راح نعمل غير انفرس كيناماتكس على الاول والاخير. الحركه بينهم راح اعملها هلا بالجوينت سبيس، راح استعمل جاي تراجكتوري، لانه انا ما بيهمني كيف بتحرك بالكارتيجن سبيس، شو بيطلع معي بالكارتيجن سبيس. فهلا رح نعمل له انيميشن او رح نعمل له تراجكتوري بلاننج، فبنعمل التايم فيكتور وبعدين بنستعمل التراجكتوري من هون. فبنعمل كوبي. هلا بس نطلع على الانستركشنز هذول. عملنا احنا هون تايم فيكتور، التايم فيكتور قلنا بدي ما بين 0 سكند و 2 سكندز 40 سلايس، 40 تايم سلايس، كل واحده منهم 5 ملي سكند بتطلع، ولا 50 ملي سكند، 50 ملي سكند، كل واحدة من هذول 50 ملي سكند. وبعدين بدي اعمل تراجكتوري بلاننج بالجوينت سبيس، جي تراج. جي تراج من Q1 لكيو 2 بدي اللينث تبع تي. اظن بزبط انك تحط لينث اوف تي او تحط تي، هو بفهم انه انا قصدي اللينث اوف تي، ماشي؟ عارفين اللينث اوف ماتريكس ايش تعطيني، او اللينث اوف فيكتور تعطيني عدد الاليمنتس اللي بالفيكتور. فشو اعطاني الان هون؟ اعطاني كيو. كيو عبارة عن صارت structure، هي عبارة عن واحد، هي كانت واحد في ستة، صارت هلا 41 في 6. اوكي؟ وكل واحدة من هذول ايش بتمثل؟ زمن. بوز، تمام. كل واحدة بتمثل منهم بوز في لحظة معينة، بعد 50 ملي سكند هي البوز الجديد، بعد 50 ملي سكند بالبوز الجديد. أحد الأشياء أنا حكيتها ما كانت دقيقة المرة الماضية، هو ما بيقسم هذول ايكولي. بيعمل velocity planning وبيعمل acceleration planning. فاهمين الفكره؟ ما باخذ، بيبدا من زيرو سبيد وبينتهي بزيرو سبيد، بيبدا من زيرو acceleration وبينتهي من زيرو acceleration. هلا راح نشوفهم كيف. اذا الكل فاهم هذا structure شو هو؟ كيو. كيو بطل الان رو فيكتور. كيو 1 كان رو فيكتور، كيو 2 كان رو فيكتور، 1 بوز 1 بوز. شو عملنا احنا بكيو؟ كيو نفسها صارت رو فيكتور مضبوط، ضروب في صار له 41 رو، كل واحد بيمثل بوز معين، والبوزز هاي بدنا نتحرك فيهم كل 50 ملي سكند. اذا كيو هي عباره عن 41 في 6، ها؟ ماشي الكل فاهم؟ هاي هاي لمين؟ هذا الكولوم لمين؟ ات بيلونجز تو هوم داز ات بيلونج؟ ثيتا 2، تمام الشولدر. هذا بيلونجز تو ثيتا 1، هذا بيلونجز تو ثيتا 3. طب هذا بيلونجز تو التايم سلايس الثانية، هذا بيلونجز تو التايم سلايس الثالثة والرابعة والخامسة، اوكي ماشي واضح؟ إذا هي صار، هلا هذا إذا بنطلع عليه بدقة هو نوت ايكوال انكريمنتس. في بلاننج، في فيلوستي بلاننج وفي اكسلريشن. حتى أشوفهم هدول هذا الانستركشن أوسع من هيك، اللي أنا استعملته في له أوبشنز ثانية، بإمكاني آخذه بهذا الشكل. هلا اطلع على هذا الانستركشن قبل ما اعمل له انتر. اذا نسيت الكيو دي والكيو دي دي، صف هذا الانستركشن هو نفس اللي عملناه بالاول، مش هيك؟ كيو شو بيساوي؟ جي تراجكتوري كيو 1، عمالي بقول له انا بدي اتحرك من الجوينت سبيس الاول
اللي هو ايش بيمثل كان البوز الاول بس انا طلعته بالانفرس كينيماتكس فقلت حتى اجيب التي 1 بدي كيو 1 بدي هذول الزوايا وبعدين حتى اجيب تي 2 بدي كيو 2 بدي هاي الزوايا وبدي 41 سلايس بينهم حسب التايم فيكتور الموجود لكن انا ضفت شيء جديد هون عملت ستراكشر مكونه من 41 في 6 41 في 6 41 في 6 بس الاولى بتمثل البوزيشن او الانجل الثاني بتمثل مشتقه الانجل كيو دي او كيو داش اذا بدك تفكر فيها اللي هي فيلوسيتي وهي بتمثل الاكسلريشن راح تشوفوا الان بنعمل نبدا بزيرو اكسلريشن وننتهي بزيرو اكسلريشن نبدا بزيرو سبيد وننتهي بزيرو سبيد وبنبدا بالزاويه الاولى وننتهي بالزاويه الاخيره بس الفيلوسيتي راح تكون انيشال زيرو وفاينال زيرو فراح اعمل ران هلا اللي طلع معي ثلاث ماتريسز او ثلاث ستراكشرز الاولى كانت كيو اللي هي 41 في 6 هيها هاي نفسها اللي طلعناها قبل شوي بس احنا طلعنا شغلتين ثانيات حتى يفرجيك انه هو ما طلع كيو اعتباطا هو حسب كيو دي دي بعدين حسب كيو دي بعدين حسب كيو اذا هاي عندي كيو اللي هي الصوره هلا بنحاول نعمل بلوتينج لبعض الاشياء هاي كيو دي كيو دي دي اللي هي السرعه هلا اللي منكم باخذ ماشينري اخذتوا ماشينري مش اخذتوا البروفايل سبيد بروفايل واللي اخذ منكم درايفز الدرايفز نفس الشيء بنعمل بنقول كيف بدنا نحرك السرعه وبعد عندي هون اخر شيء كيو دي دي اللي هي الاكسلريشن لاحظوا الاكسلريشن بدات بزيرو بتنتهي بزيرو والفيلوسيتي بتبدا بزيرو وبتنتهي بزيرو هلا اذا بدنا نشوفهم هدول ما لهوش معنى هذا كله عم نطلع على اشياء ما لهاش معنى كثير من هون في عندنا انستراكشن بنقدر نعمله اسمه كيو بلوت هذا بلوت خصوصي لكيو كيو هو عارف انه الكيو الدايمنشن تبع كيو ايش هاي 1 في 6 مزبوط وكيو هي بتتحرك عمالها حوالين الزمن فكيو بلوت هو انستركشن خصوصي موجود في الـ في الروبوتكس تول بوكس مش موجود في الماث لاب نفسها like your gene junk killer like نعم ممكن your gene ممكن تاخذ الجيرك اذا بدك انت تشتغل بعرفش اذا هون موجود بس انت بامكانك تعمل يعني اذا انتم تتذكروا في الماشينري كنتوا تطلعوا وتاخذ كله كونتينوس يكون هون كونتينوس الاكسلريشن ما كان في حين في احنا في الدرايفز لما بندرس كنا بالدرايفز كنا نسمح للاكسلريشن يكون ديسكونتينوس هاي عندنا هون هلا شو عمل بروتين لاحظوا هاي اسهل اني افهم شو اللي بصير كيو ايش يا حكينا الانجل البوزيشن البوزيشن بالانجلز اوكي هاي اعطاني كيو 1 وين كيو 1 هاي كيو 1 مش هيك طبعا واضح انها بدت من الزاويه الاولى اللي كانت 3.2 وانتهت ب 2.4 من هون تحركت معي 2 2 ما في حاجه اغير شيء على فكره المحرك اللي بدنا نحركه المحرك اللي بدنا نركبه على ثيتا 2 هون ما راح يعمل شيء هضل طول الوقت ثابت يعني الشولدر ما راح تتحرك راح تتحرك الويست وراح يتحرك اظن الالبو وين الالبو اللي هو كيو 3 او حتى كيو 3 ما بيتحرك فاحنا كل اللي بنحركه بنلفه بثيتا 1 متذكرين هاي كانت نفس هاي فاحنا كل اللي بنحركه في السبيس اذا طلعت من فوق على الاكس واي راح الاقي انه هاي تحركت ب خط زي هيك مظبوط لانه انا ما عم بغير ما بغير لا ثيتا 2 ولا ثيتا 3 بغير بس ثيتا 1 فلما بغير ثيتا 1 ايش بعمل بالروبوت بيتحرك بهذا الشكل فبضل البوزيشن تبع الريست بعده عن البيس نفسه بس بلف بخط مستقيم بس بلف عفوا في دائره كل فاهم هاي طب ليش حركت ثيتا 4 وثيتا 5 وثيتا 6 مشان اغير الاورينتيشن اوكي وهذا لانه زي ما حكينا تتذكروا ايش سفيريكال ريست فلانه سفيريكال ريست كانه عزل المساله من هون اوكي اذا هاي عندي وهي عندي اللي مقطعين هم ثيتا 4 وثيتا 5 وثيتا 6 كلهم بتغيروا ثيتا 4 وثيتا 5 وثيتا 6 كلهم بتغيروا بس الحركه بالكارتيجن سبيس ايش كانت هلا راح نشوفها راح نعملها بلوتينج ما كانت خط مستقيم بين هون وهون فلو في اوبجكت هون ايش راح يصير فيه راح يضرب وراح يصير في اوبستكل حتى اشوفه هذا راح اعمل الان بلوتينج ل راح اخذ الترانزليشن بوزيشن من تي هاي احنا المره الماضيه عملنا بلوت لهذا وبلوت لهذا بتحبوا نعمل بلوت لهذا مره ثانيه راح نشوفه اللي هو ايش الفرق بين كيو 1 وكيو 2 وكيو كيو 1 هو بوز واحد كيو 2 بوز واحد الاول والنهايه كيو هو سيريز اوف بوزز against time فخلينا نعمل هذا مثلا ناخذ q هاي
هاي الريست هون اللي احنا بنطلع عليها. هلا لو جيت اطلعت من فوق ايش راح اشوف؟ هلا انا بعرفش اذا انها بتزبط ولا لا، خلينا نجربها. لو انا لفيته الان بحيث انه يصير بهذه الوضعيه من هون، بزبط فكرك معي؟ ورديت عدت الانستركشن مره ثانيه، بس لازم نكون سريعين، بدي ارجع بسرعه على هذا، مش هيك؟ هي واضح شفتوه؟ ايش اعمل؟ كيف ممكن اعمل؟ افتحهم الاثنين جنب بعض؟ صغر الماتلاب، صغر الماتلاب، جيد. اوكي نحط هذا هون، نحط هذا هون، تمام. طيب نحاول نعيد الانستركشن مره ثانيه. هاي بتشوفوا بشكل واضح كيف عماله بلف. احنا عم نطلع من فوق، الريست ايش تحرك؟ ما تحرك بخط مستقيم. فلو في اوبجكت هون كان ضربه، مش هيك؟ هلا اذا بدنا نعمل العكس، او خليني اعمل بلوت هلا ل رح اعمل بلوت لكيو دي. ايش كيو دي قلنا؟ السرعه. كمان هي 41 في 6، بس هاي السرعه ال 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 الانجلز. لا لسه لسه ما ممكن ممكن يبين معنا السنجلاريتي. انا ما جبتهم شلون، راح افرجيكم اياهم المره الجايه. ايش اللي عملته انا؟ ما عدتش هذا. طيب كيو بلوت كيو دي. اوكي هلا اذا بتطلع هون هي عندي الزوايا كلهم. مين اللي عندي بيتغيروش اصلا؟ هو لانه ما تحركش اصلا، فسرعته راح تضلها زيرو. اللي هم مين؟ كيو 2 وكيو 3. عندي كيو 1 هي تتحرك بهذا الشكل، ببدا بزيرو سبيد وبنتهي ب زيرو سبيد، لهم كلهم من هون، فبتحرك مع ال... وطبعا اذا كملت هاي راح تعطيني بوزيشن، اذا اشتقيتها راح تعطيني كيو دي دي. نطلع على الاكسلريشن الان. لاحظوا الاكسلريشن من هون عندي نفس الشيء، ببدا بزيرو بنتهي من زيرو، بتعطيني هذا الشكل. هذا ريحك من كل شغلة الباث بلان وانك تعمل الكيوبيك سبلاين والاشياء هاي. ها يعني هو حل المشكلة هاي واعطاني اعطاني الانستركشنز. توقف هذا السماعة. نعم.